استقبل معبر رفح البرية اليوم الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، والتي وصل عددها إلى 4 شاحنات من المواد البترولية فقط، ولم تدخل اليوم أي مساعدات أخرى سواء غذائية أو طبية. في السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات، ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق لمنع عبور الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا في متابعة لمشهد تداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث مشهد المساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا المساعدات الخاصة بالمواد الغذائية ومشتقات البترول. ونحن كما نرى الآن من خلفي اصطفاف للشاحنات والعربات على جانبي الطريق وبطول الشوارع الممتدة من مدينة العريش إلى مدينة رفح، بانتظار الدخول إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم التوجه إلى المدنيين بقطاع غزة. نتحدث عن شاحنات ربما يقابلها في الأيام السابقة والأيام المقبلة وطيلة الفترات السابقة حالة من التعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في عدد من الأوجه، أحيانا الرفض وأيضا التباطؤ وأيضا الإغلاق للمعابر من قبل الجانب الاحتلال الإسرائيلي. هذه الشاحنات التي توجد بطول الطرق وأيضا الشوارع المؤدية إلى معبر رفح البرية ومن ثم توجه إلى معبر كرم أبو سالم، بها العديد من المواد. نتحدث عن مواد غذائية وأيضا طبية وإغاثية، ونتحدث أيضا عن مشتقات البترول. وعلى سبيل المثال، معبر رفح اليوم لم يستقبل سوى 4 شاحنات خاصة بمشتقات البترول وتحديدا من الغاز، وهذا يؤدي ويؤكد بشكل كبير جدا على حالة التعنت وأيضا الرفض والإغلاق الإسرائيلي لاستقبال هذه المساعدات الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، رغم التحذيرات الكبيرة من المؤسسات الدولية والأممية بحالة نقص المياه والكهرباء وأيضا حالة التي سوف تؤدي إلى مجاعة داخل قطاع غزة مع استمرار للقصف والغارات العنيفة والكثيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الطيران الإسرائيلي داخل قطاع غزة. هذا هو المشهد، اصطفاف وانتظار طويل الأمد من قبل الشاحنات والعربات على جانبي الطرقات وأيضا الشوارع المؤدية من مدينة العريش إلى معبر رفح البري، بانتظار التوجه إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم الدخول إلى قطاع غزة. هذه الشاحنات يقابلها بشكل كبير خلال الأيام السابقة حالة من التعنت الكبير والرفض والتأجيل وربما أيضا الإغلاق للمعابر من خاصة من الجانب الإسرائيلي. عودة إليكم.